يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهذا ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم استدلالا بظاهر الأحاديث الواردة بشأنه ومقتضى اللفظ الدال عليه. ومما يؤكد ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي ذلك دلالة واضحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم العاشر من محرم، وأظهر عزمه على صيام التاسع مع العاشر رغبة منه في مخالفة اليهود والنصارى، حيث كانوا يفردون العاشر بالتعظيم. سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم: لفظ عاشوراء مأخوذ من عاشر، ويدل على التعظيم والمبالغة، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، ويضاف إليها اليوم فيقال يوم عاشوراء، أي يوم الليلة العاشرة، إلا أن الصفة تحول عنها ليكون المقصود من عاشوراء يوم العاشر لا ليلته. وقد كان لأهل العلم أقوال في سبب تسمية عاشوراء بهذا الاسم، فقال بعضهم لأنه اليوم العاشر من محرم، فقال آخرون لأنه يوم أكرم الله فيه عشر أنبياء بعشر كرامات، وقيل لأنه عاشر كرامة أكرم الله سبحانه بهذه الأمة. أهمية يوم عاشوراء وفضله: يوم عاشوراء من أيام الله المشهودة، وله شأن عظيم في قلوب المؤمنين، حيث يستحضرون فيه نصرة الله تعالى لأنبيائه، ويستذكرون أنه اليوم الذي نجى الله سبحانه فيه موسى عليه السلام من فرعون وجنده بعد أن أغرقهم الله، وكف أذاهم عن موسى ومن آمن معه في مشهد يرسخ الإيمان بالنصر والتمكين في قلوب الصابرين على دينهم. وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم شكرا لله سبحانه على نعمته وفضله، كما كان أهل الكتاب يعظمون هذا اليوم ويصومونه، وكانت قريش قبل الإسلام تصومه، بل جعلوه ميقاتا لتجديد دستور الكعبة، وكأن الشرائع تتابعت على صيام هذا اليوم، وقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه قبل أن يفرض صيام شهر رمضان. إذا خرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون يصومون يوم عاشوراء حين هاجروا إلى المدينة المنورة قبل فرض صيام رمضان، ثم خيرهم النبي في صيام عاشوراء بعد أن فرض الله عليهم صيام رمضان. وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه في بيان فضل صيام عاشوراء: صيام يوم عاشوراء أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.